ومن فطن لهذا المعنى علم أن المعصية الظاهرة لا توجب بكل حال أن تكون حالك أكمل من حال صاحبها، بل قد تكون له معصية ظاهرة تراها أنت فيسقط من عينك، وأنت لك معصية في الباطن لا يراها، وأنت في حال أسقط من حاله. لكن الناس يقفون مع عالم الشهادة، فهم إذا رأوا صور الخلق البادية في ظواهرهم من آثار المعاصي عليها، رأوا أن هؤلاء في الحضيض الأدنى والمنزل الأدون، وربما كانت حال هذا الناظر الحاكم بذلك أسوأ من هذا، فالمعاصي الباطنة أشد من المعاصي الظاهرة، والقلب الذي يجتمع على العلو على الناس أسوأ حالا من قلب امرئ يعصي ويقر بأنه عاص. ولما سئل عبد الله بن المبارك عن التواضع قال: إذا رأيت أحدا من المسلمين فلا تظنن أنك خير منه، وصدق رحمه الله، فإن هذا هو التواضع المحض. فمهما رأيت أحدا من المسلمين من أهل الطاعة أو أهل المعصية فلا يجرين في قلبك أنك خير منه، فربما كان في الصورة الظاهرة تراه على معصية، ولكن في قلبه من الخوف والرجاء ومهابة الله سبحانه وتعالى ما ليس في قلبك أنت. وله من الأنين والزفرة والحرقة إذا خلى بنفسه على معصيته التي تسلطت النفس والشيطان عليه بها ما ليس لك أنت. والذين يتألون ويفخرون بأعمالهم ويسقطون الخلق من الأعين بذنوبهم أدعى للسقوط هم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكون أعمال أولئك اليسيرة أعظم من أعمال هؤلاء المعجبين بأعمالهم الفرحين بها. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قال أهل العلم في تفسير هذا: إن فاعل الحسنة عملها فلم يزل يرقبها بين عينيه، يتفاخر بها على خلق الله ويتألى على الله فأوجبت عقوبته، وفاعل السيئة جعلها نصب عينيه فأورثته خشية وانكسارا، فهو لا يزال يتحرق من فعلها ويتلوم من إتيانها ويخشى أن يأخذه الله عز وجل بجريرتها. فلما اجتمع قلبه على هذا الانكسار والخضوع غفر الله سبحانه وتعالى له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنين التائبين أعظم عند الله من زجر المغترين. فالمغتر الذي يعجبه عمله ويفرح به ويشيعه ويترفع على خلق الله ويرى أنه عامل لله بطاعة يسقط من ديوان العبودية لله سبحانه وتعالى، ويكون أرفع منه فيه رجل يئن لذنبه ويتألم من معصيته، ويتقلب قلبه حرقة وغصة على مواقعته للمعصية.